شوية تركيز بس. بتعرفي حالك انت وينك هلا باي مطرح وين؟ عالم كثير منيحه عم بتفل، بدك تنتبهي كل با بتخطيها اوكي، بدك تحسب حسابها. في كذا قصص قلت لي عنهم عم لاحظهم يا ويلي كثير عم لاحظ. ما بعرف وين نسلك السفينه. اشتغل لشو بيقول لي عقلك، كيف انت بتفكر بكل الطرق؟ طريقة 2-3 كيف تلاقي حالك مرتاحة تصرفي؟ شيء بيضايقك بريح غيرك ما تعمليه، شيء بريحك بريح غيرك عمليه، شيء بريحك بضايق غيرك عمليه، بس بشكل مش توجهي مباشرة لقلو الأشخاص. ديل؟ المودة عندك شو بيتصرفي؟ حافظي على المستوى تبعيك، بالعكس تقدمي، فرجي هادي إنه أنت لا غلطان وأنت غلطان، كل جمعة بفرجيك إنه غلطان أكثر، غلطان القصة، ملي، حارجع تاني بسافر على شهر 5 أشهر يعني، بس إنه انتبهي على حالك وما تلتهي، ما تلتهي. يعني بتعطيكي فكرة مدام كلاوديا عادي ما خم 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 تتلاقي، بس تلاقي عادي اشتغلي. بتفوت على الإيفال مثل الليرة. أوكي؟ ميرسي. بديش ميرسي بقى. مش اسمع. ما بعرف ليه عندي خاصة ضلني أقول ميرسي. تهذيب وتربية. ما ضروري بس. أنا ناس شو عني بصير أقول ميرسي. خيك أنا. أنا خيك. ما نجي بدي أقول لك ميرسي. تقولي ميرسي لخيي. يلا بوني مير. بوني مير حبيبي.